السلام عليكم ورحمة الله. الزفلاوي عبد المجيد تبون، طرطور العصابة، مهبول المرادية، فارغ شغل، ما يخدم والو، يخلص ياكل في دراهم الحرام لأنه هو ولد حرام. هذا السيد واش وقع يدير هذه الأيام أمام الاحتجاجات الشعبية وأمام هذا التصعيد في الشارع وضغوطات الشارع على عصابة الحرام، واش راهو يدير؟ راهو قاعد زعما يدير عفو رئاسي، راهو يدير في العفو على الناس اللي راهم في الحبس. شكون على من راهو يدير في العفو؟ قالك الناس اللي تعملت جمهر، هادو اللي تجمهروا وداروا اخلال بالنظام العام، يعني سي دي زوتور دو تروبل لوردر بوبليك، وهادو مسمينهم ناس دي زوتور داتروبمون نون اوتوريزي، جمهور غير مسموح. شوفك النفاق تاعو هذا تاع اللي دبروا عليه. هادو ناس الحراك، هادو نشطاء تاع الحراك اللي وقفوهم، سمعت، وحكموا عليهم. وكاين اخرين اللي غشوا في امتحان بكالوريا، يعني 16 واحد قال لك عفا عليهم انتو بورتو في كلش 101، يعني هذه خدمته كل يوم لاخر. قال لك هذه في عيد الاستقلال، قال لك على البعض ما على بالنا شكون وشحال. هل اخترا قال لك 16 على تاع الباك، زاد قال لك مجموعه تاع هذو تاع الجمهور الغير مصرح به. هي من المفروض العفو الرئاسي يجي على الناس اللي تم الحكم عليهم نهائيا، خلاص عملوا الاستئناف وعملوا الطعن، ما يجيش على ناس مازالوا في التحقيق، ناس حكم عليهم في الابتدائي مازال الاستئناف ما داروش. ولكن علاش يديروا هكا؟ لانه اولا على بالهم الناس مظلومين ودخلوا بدون قانون، كما يقول لك دخلوهم بالتليفون يخرجوهم بالتليفون، كما الصحفيين تاع فرانس 24 تذكروا اللي دخلوهم الحبس ولما جاتهم عند سيادهم من باريس ضربوهم على يديهم على حشم اطلق، تلقوهم والمحامين ديالهم على بالهمش. قاضي التحقيق الخامج بن خامج يمضي لهم تصريح لزيارة الحرفاء تاعهم، لي كليون تاعهم، وهما برا، لي كليون تاعهم برا. فضيحة ما كاش كيفها. ياك تشوف هاد عصابة بلاد حرام كل يوم من فضيحة لفضيحة. دونك يزيد هاد الخطرة، هذا اللي يقول لك غراس بريزيدونسيال، يا با دو غراس بريزيدونسيال قانونيا لواحد مازال ما كملوش المحاكمة تاعو النهائية، ما مشاش للطعن. وهما ولاد الحرام، من المفروض الناس اللي دخلوهم للسجن يعني يحكموا عليهم في الحكم الابتدائي ما يدخلوش للحبس حتى يدير الاستئناف، ما يلزمش يدخل للحبس. لكن هما زكارة يدخلوهم للحبس لانهم ولاد حرام يحبوا يحضروا الشعب الصومالي، الله لا يتربحهم خبثاء. واش يجيك من حبل الحرام كيما تبون هذايا؟ واش يجيك منه؟ واش يجي من حبل الحرام كيما تبون يعفش في القوانين لانه ستان فوايو؟ واش من فوايو؟ فوايو تاع دنيا كاتيغوري، لانه لي فوايو ديما ديما يضرب ويدير وكذا منا، بصح هذا ستان فوايو لاش، ستان لاش جبان جبان، هذا فويو جبان كي تبون كي يشنق ريحك اللي معاه كامل. قالوا ما كانوش جبانه ما يتخباوش مور الريدو،
تبون وكما كان جبان ما بقاش مخبي في المرادية عام ونص ما دار زيارة ميدانية واحدة. عام ونص بوتفليقة اللي كان معوق في فوتي رولون الضحكة ما يقدرش يضحك يدو ما يقدرش يحركها ويخرجوه في زيارات تفقدية ويدشن ويجيبولو الشعب يصفقلو. هلا هما هاد ما مش قادرين يديروها. هاي تشوف دونك واش راح يجيك من هاد ولد الحرام هنا. انا واش زعما يلعبها باللي راهو يعفو عن الناس. امشي بيك بالعفو ديالك الله لا يتربعك الله لا يوري لك طريق العقل. تعفو على الرجال انت ناني تعود راجل ناني يعود تبون راجل يقدر يقول راني اعفو على الرجال مش حتى ربع راجل. شيتي يعفو هذايا على من يعفو؟ على احرار خرجوا يطالبوا بدوله قانون اللي انت رافضها تكون يا خامج يا تبون يا وجه التتاكلاك وجه الكفوف وجه الكفوف. انا هذه اللغه اللي خاطب بها ولاد الحرام ما خاطبهمش بلغه اخرى لان ما يفهموش اللغه الاخرى. لا بروف لما الشعب جام في حراك سلمي يقول لهم روحوا قيلونا حقروه ما حبوش يسمعوا ما حبوش يروحوا. دونك هادو يلزم تسبهم صباح وعشيه تعطيهم بالكفوف المعنويه هذه كفوف نعطيها لهم بالسقالي نمشوهم ما يستاهلوش واحد يهضر معاهم بلغه تاع ادب وكذا وقارك مسؤول راه قايد اركان راك رئيس. لا هادو لا هو قايد اركان ولا خر ماهوش رئيس والاخرين اللي راه معاه كلهم سيدي فوايو. لو كان ما جاوش فوايوات راهم يطبقوا القانون راهم يطبقوا القانون. كسروا الدولة لأنهم كسروا القانون لأنهم ما يحترموش القانون على هذي اللي مقصرين الدولة. دونك هذا السي تبون اللي راهو يعفو علاش راهو يعفو زعما راهو يطلق في الناس خرج الناس من الحباس وعلاش خرج فيهم من الحباس على اختراقش عن بالو هو الغبي اما غبي تاع الصح سي فو سي مالاد مونتال عبالو كي يطلق هذا الناس راح تكالم الحاله ما تكالم والو. الناس في الصحراء حقرتوهم تاع الجنوب حقرتوهم ما يتكالموش ما تكالميهمش كي تطلق الناس في الشمال. الناس راهم يضربوا في الجنوب تقدرش باش تجي نتايا وديرهم ما كانش. تبون في عوض يشوف مع اللي حطوه هو مثقف عليهم زعما اونتر كيمي اللي ديبلومي بارابور اهو يقول مي ولدي لا ما يلزمش نديرو هاك خلي عندو شويه قوانين نحترموها خلونا بصح قبل يجيك من واحد مزور. هو في حد روحه هو يرمز الى التصوير والكذب والنفاق. تقدر تشوف منه الخير ما تقدرش تشوف منه الخير. واش راح يجيك منه بيه بالعصابه تاعو؟ الله يقدر الخير لبلادنا والله يبعد عليها ولاد الحرام هذا. السلام عليكم ورحمه الله.